عادت الحركية العادية بالإقامة الجامعية بسكيكدا بعد العودة إلى العمل بالسعة الكاملة لهذه الإقامات هذا الموسم، عودة يقول القائمون على مديرية الخدمات الجامعية بأنهم مستعدون لها. قمنا بتجهيز جميع الإقامات وتوفير جميع الآليات والميكانيزمات الضرورية من أجل استقبال الطلبة على أحسن ما يرام، وذلك بتخصيص وذلك بتوفير جميع الخدمات على أكمل وجه من نقل وإطعام ووقاية صحية بعملية حسابية بسيطة. الطاقة النظرية لجميع الإقامات اللي عندنا راهي 14000، والطاقة الفعلية راهي 16253، يعني رانا في راحة تامة بإذن الله. العودة للسعة العادية تصاحبها يقظة واحتياطات يجب اتخاذها في ظل تواصل تسجيل حالات من وباء كورونا رغم قلتها. إلى إلغاء التفويج والعودة إلى السعة العادية للإقامة الجامعية، وحدات الطب الوقائي مجندة دائما لاستقبال الطلبة في أحسن الظروف من حيث الفحص الطبي ومن حيث المرافقة النفسية. بالنسبة لوباء كورونا تبقى دائما الوحدات مجندة للوقاية من هذا الوباء بالتحضير الجيد، وجود غرف العزل، وجود التدابير الوقائية الاحترازية العادية إلى حين اختفاء هذا الوباء نهائيا. الدراسة والإقامة وفق الحالة العادية بعد جائحة كورونا استحسنها الوسط الجامعي، لكن يبقى الالتزام والحذر مطلوبان.